حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى حلقة الليلة من برنامج العاشرة، والتي نناقش فيها التقرير الأخير للبعثة الأممية إلى ليبيا حول ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين في ليبيا خلال شهر أبريل المنصرم، وذلك نتيجة العمليات العسكرية والاشتباكات المسلحة. نناقش حيثيات تقرير الأمم المتحدة، ونطرح تساؤلات حول المحاسبة القانونية للمسؤولين عن سقوط المدنيين، وهل يمكن لحكومة الوفاق أن تحد من سقوط الضحايا المدنيين؟ ونطرح هذه الأسئلة وغيرها على ضيوفنا في عاشرة الليلة عبر الهاتف. من زوار، عضو قانوني بمركز تقصي الحقائق ورصد انتهاكات حقوق الإنسان، السيدة شادية ناجي. وعبر الهاتف أيضا من مصراتة المحلل السياسي السيد أحمد الروياتي. وعبر الهاتف من العاصمة طرابلس الناطق باسم الهلال الأحمر الليبي محمد المصراتي. وعبر سكايب من العاصمة البريطانية لندن الناشط السياسي مفتاح لملوم. أرحب بكم جميعا، وقبل أن نبدأ في نقاشنا نتابع هذا التقرير. 47 مدنيا سقطوا بين قتيل وجريح نتيجة الحرب في ليبيا خلال شهر أبريل الماضي، إحصائيات رصدها تقرير بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وفي تفاصيل هذه الإحصائية 33 قتيلا و14 مصابا، بينهم طفلان وأربع نساء. تقرير البعثة أوضح أن مدينة بنوليد كانت على رأس قائمة المدن التي سجلت سقوط ضحايا مدنيين ب13 قتيلا، تلتها مدينة درنة التي شهدت مقتل 12 شخصا، فيما سجلت مدينة بنغازي وسبها مقتل 4 أفراد في كل منهما. وأشار التقرير الأممي إلى أن من أبرز العوامل التي تسببت في سقوط هذه الأعداد من الضحايا هي عمليات القصف بالمدفعية الثقيلة ومخلفات الحرب. كما وثقت البعثة في تقريرها أيضا مقتل 4 مهاجرين غير نظاميين وإصابة 20 آخرين بمركز احتجاز بمدينة الزاوية خلال شهر أبريل الماضي. استهداف المدنيين لم يقتصر على أطراف النزاع في البلاد، بل كان لعناصر ما يعرف بتنظيم الدولة يد في ذلك، حيث قام التنظيم في أول أيام شهر مايو الجاري بإعدام 10 مدنيين بمدينة سرت تقل أعمار بعضهم عن 16 سنة بحسب ما أكده رئيس المجلس المحلي سرت عبد الفتاح السيوي. تقرير بعثة الأمم المتحدة ليس الأول، سبقته عدة تقارير وصفت العمليات العسكرية التي تستهدف المدنيين بأنها ترقى إلى جرائم حرب، كما لوحت بضرورة فرض عقوبات على المتورطين في هذه الانتهاكات. ويرى البعض أن غياب مؤسسات الدولة والهروب من العقاب تعد من أبرز العوامل التي شجعت على ارتكاب هذه الجرائم. إذن أرحب بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونبدأ هذا النقاش مع ضيوفنا، ونبدأ أولا مع السيدة شادية ناجي. سيدة ناجي، يعني بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال الفترة الممتدة من الأول من يناير وحتى 29 من فبراير من هذا العام، قامت بتوثيق ما يربو عن 66 إصابة في صفوف المدنيين، من ضمنها 28 قتيلا و38 إصابة خلال الاشتباكات في مناطق مختلفة في ليبيا. أليس هذا الرقم مخيفا برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى من وصحبه. بداية أوجه أفضل التحايا لقناتكم الموقرة، وأحيي عبر قناتكم كافة الشعب الليبي، وأسأل الله العلي القدير أن يجمع شملنا وشتاتنا. بداية ندين أيضا نحن كمركز تقصي الحقائق ومؤسسة مجتمع مدني بأشد العبارات الأعمال الإرهابية والأعمال العنف المرتكبة ضد المدنيين على يد ما يسمى الدولة الإسلامية في العراق والشام أو داعش. إلا أن هذه الأرقام التي ذكرت في تقرير الأمم المتحدة كسابقتها، كما أسلفنا في حلقات سابقة أن هذه البعثة لم تأخذ هذه الأرقام وهي موجودة على التراب الليبي، إذ أن هذه الإحصائيات والأرقام أخذتها وهي موجودة في دولة تونس الشقيق
ولم تتعامل مع مؤسسات المجتمع المدني ومركز تقصي الحقائق ومع مجلس الحريات وحقوق الإنسان الذي في تقريرها أشارت إليه وضرورة تعامله معها. نعم هذه الأرقام كما أسلفت هي مخيفة وهي على نطاق واسع ضد حقوق الإنسان وانتهاكاته، كما أنها متجاوزة هذه الأرقام حقيقة. وكما أسلفنا نحن نؤكد على أن ما يسمى بتصرفات الدولة الإسلامية لا يمكن اعتباره. طيب دعيني أذهب بالحديث للسيد الروياتي. سيد الروياتي، يعني كيف يمكن قراءة ما يعكسه هذا التقرير على الوضع السياسي والأمني في البلاد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أشكركم على الاستضافة وأحييك وأحيي ضيوفك الكرام. أهلا بك. أولا لو سمحت لي أنتهز الفرصة وأحيي مجموعة العمال في ليبيا، وإن كانوا أصلا لا يوجد عمال بمعنى الحقيقي في ليبيا على يوم العالم للعمال الذي صار بالأمس، وأيضا سأهني مسبقا الصحفيين والإعلاميين في ليبيا بيوم العالم للصحافة الذي صادف يوم الغد. أعتقد أن التقرير يؤكد أن ليبيا لا زالت تدور في فوضى عارمة، فوضى تتحادفها الأطماع الداخلية والأطماع الخارجية. الأطماع الداخلية من تيارات شتى لا زالت ترى أن المغالبة لهذا لنفسه على الطرف الآخر هو الأصلح للبلاد لرؤيته وفق المشهد. هذا يؤكد أن الاختراقات الحقوقية في ليبيا لا زالت مستمرة، الفوضى عارمة، السلاح منتشر بشكل رهيب، الميليشيات التي تشكل يوما بعد الآخر أمام هذه الفوضى كثيرة، الاستقطابات من هذا الطرف أو ذاك لتحقيق مصالحه ولو على حساب حقوق الإنسان والحريات العامة أو حتى حياة البشر أصبح أمر عادي جدا. هذا ما يعبر عن الواقع، ولعل الواقع الليبي اليوم ليس بأسوأ من الأمس طبعا أو السنة الماضية أو ما قبله. لازمنا ندور في نفس الدائرة. الأمل كبير أن نحكي أو أن نستطيع على الأقل أن ننقذ أنفسنا من هذا من 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 من, 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 من الاقتتال أو الاقتتال العام أو الحروب الكبيرة كما كانت يحصل في السنوات الماضية. لو استطعنا المحافظة على هذا الهدوء النسبي باستثناء ما يحصل في بنغازي طبعا وما يمكن أن يحصل في سرت في الأيام القادمة، وهو أمر طبعا أراه لا بد منه كوننا تنظيم داعش لا حوار معه، وهذا ما أثبته العالم جميعا، وأعتقد أنه لا سبيل للقضاء عليه إلا بحرب. لذلك أعتقد أن لو حافظنا على أو ابتعدنا عن النزاعات الداخلية بالاقتتال الداخلي فسنكون قد خطونا خطوة إيجابية إلى الأمام. طيب. نحو مصالح حقيقية والابتعاد على الخروقات وحل الإشكالات الأخرى المرتبطة بأسباب هذه الخروقات في حقوق الإنسان وما إلى ذلك. طيب أذهب بالحديث للسيد المصراتي. سيد المصراتي، يعني هل من الممكن الوثوق بهذه الأرقام والمعلومات الواردة في هذا التقرير، خاصة وأن البعثة كما أشارت السيدة ناجي في حديثها إلى أن تقريرها أشارت إلى محدودية إمكانية الوصول لبعض المناطق وأيضا تعدد الأطراف المشاركة التي لم يعلن أي منها مسؤوليته عن تلك الانتهاكات؟ في البداية السلام عليكم جميعا. وعليكم السلام. كل من يتابع قناتكم المقرى ليبيا الأحرار. نحن نعتقد أن الوضع في ليبيا نتيجة النزاع المسلح المستمر من يدفع فيه الضريبة الأكبر هم المدنيون. هذه الحقيقة الثابتة والواضحة، والتي من خلال الأرقام ومن خلال المعلومات الواردة إلينا نجد أن هذا ما نتج عن هذا النزاع المسلح والأضرار الكبيرة التي لحقت بهؤلاء المدنيين والذين يعانون الأمرين، سواء كانت في حالة إصابات ممتلكاتهم أو حتى في حالة نزوحهم وانتقالهم من مدينتهم إلى مدن أخرى. جعل الأمر يظهر للجميع أن من يدفع الضريبة الأكبر هم المدنيون. أما عن هذه الأرقام بصراحة لا أستطيع أن أثبت لك مدى مصداقيتها، ولكن هي توضح بكل دلالة على وضع صعب جدا نتيجة لهذا النزاع المسلح المتواصل. نعم. طيب أذهب بالحديث إلى الناشط السياسي السيد مفتاح لملوم. يعني سيد لملوم، التقرير أظهر تفاوت في عدد الضحايا بين مناطق مختلفة كبني وليد وبنغازي ودرنا
وسبها، يعني كيف يمكن تفسير ذلك، ولماذا تم التركيز على هذه المدن دون غيرها في تقرير بعثة الأمم المتحدة؟ تحياتي لك أخي محمد صالح، وتحياتي ضيوفك الكرام والمشاهدي قناة ليبيا الأحرار. هذا التفاوت يعكس في واقع الأمر ما يجري في كل منطقة على حدة. فمنطقة الجنوب فيها طبيعة هناك إجرام منظم، بعض المناطق الأخرى من ليبيا أيضا بها إجرام منظم، وهناك مناطق قتال، وهناك مناطق ارتكبت فيها جرائم من قبل تنظيم داعش، ولكل منطقة خصوصيتها في هذا المجال. الوحيدة مدينة بنوليد، وهي لأول مرة ترتكب فيها جريمة ويكون عدد الضحايا بهذا العدد الكبير، وأيضا لا تخلو من أن تكون هي جريمة لها علاقة بجريمة المنظمة أو جريمة أو تهريب اللاجئين الغير شرعيين. فهؤلاء أيضا هم تحية عصابة من عصابات الإرهاب المنظم في ليبيا وإرهاب الإجرام المنظم في ليبيا. لكن الملفت للنظر أن تقارير الأمم المتحدة وتقارير الأمم المتحدة في كل مرة تلوح بتوجيه تهم لجرائم حرب لبعض الشخصيات، وإلى حد الآن لم نسمع بأنها قد وضعت اسم من الأسماء أو اسما واحدا من هؤلاء. طيب. القائمة. نعم. بالرغم أنها تعرف جيدا أن هؤلاء المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم فيما يتعلق بجرائم الحرب، وأقصد هنا المنطقة الشرقية، منطقة درنة ومنطقة بنغازي، هناك ترتكب جرائم حرب، وهناك مناص يجب أن يلاحقوا. أما بقية ما يحدث من جرائم فهي جرائم. طيب. سيد ممنوم، يعني سوف نأتي على ذكر هذه النقاط في سياق هذه الحلقة. دعني أتوجه وأعود بالحديث للسيدة ناجي. سيدة ناجي، هذا التفاوت بين المدن في عدد الضحايا كما جاء في التقرير، كيف يمكن قراءته؟ سيدي الكريم، كما سبق وأشار زميل سيد مفتاح، هذه الأرقام في الحقيقة هي ليست لها أي مصداقية. كما أشرت، يجب أن يتم الرصد بعين المكان، وأقولها مرارا وتكرارا، البعثة لم تلتزم بما جاء بالنطاق، لم تلتزم بأن تكون تتعامل مع مؤسسات مجتمع مدني والتي هي موجودة على التراب الليبي على أرض الواقع. كما سيدي الكريم، أجد هذا أن التقارير السابقة للأمم المتحدة في إحدى الفقرات لها تتدخل في أحكام القانون الجنائي والأحكام الأخرى التي تنتهك حرية أيضا التعبير. نعم. فهو نجد أنه تدخل في الشؤون الداخلية للدولة صراحة، حيث أنها تشير إلى إحالة المسؤولين عن هذه الانتهاكات إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك لعدم استطاعة القضاء الليبي لتقديم محاكمة عادلة. نعم. على الرغم أن ليبيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي، فهنا السؤال يطرح نفسه، هل الأمم المتحدة تعاملها مع الدولة الليبية، هل هي كدولة ذات سيادة كاملة أو ناقصة أو يشوبها أي عيب؟ لابد. طيب. أن نطرح هذا السؤال. فهذه التقارير نحن كمؤسسة مجتمع مدني نجدها أنها تسير بمنطلق خطير، وهو آخره التدخل العسكري للشأن الليبي. يعني سيدة ناجي، تشككين في صحة هذه التقارير وهذه الأرقام؟ نعم نعم نعم، نحن كمؤسسة مجتمع مدني ومركز تقصي الحقائق، من أحد هذه التقارير التي أشارت أن الأطفال قد قتلوا، في الواقع هم جرحى وليس قتلى، نحن نشكك في مصداقية كل التقارير. وكما أسلف، نرحب نحن بهذه البعثة. طيب، أنت في المؤسسة تستندين على معلومات مؤكدة مخالفة لهذا التقرير سيدة ناجي؟ نعم نعم نعم، كما شرط للتقرير السابق في درنة، كما أسلفنا أن العناصر التي تم قتلها هي من عناصر تنظيم الدولة، وأشار التقرير إلى أنها قتلى في صفوف المدنيين. نعم نعم. طيب، أذهب بالحديث للسيد الروياتي. سيد الروياتي، يعني هناك من يرى أن ما يرتكب ضد بعض المدن دون سواها من انتهاكات هي ممارسات ممنهجة أو فاتورة تدفع لأنها ساهمت في إسقاط النظام السابق، إلى أي مدى يعد ذلك صحيحا؟
اعتقد ان التخمين بهذه الطريقه هو ضرب من الـ من الـ من الـ من الاحلام او من الشيء الغير ثابت بيد الله. طبعا هناك من يقول هذا ان السبب هو ذلك، هناك من يقول ان استهداف بنغازي تحديدا كونها حصل فيها قتل السفير الامريكي في فتره وانها تعاقب على ذلك من قبل امريكا تحديدا وبقيه الدول التي تسير في ركبها. يعني هذا الامور لا يمكن الا ان يتعلق بها الوهم. الحقيقه تقول ان ما في ليبيا هو صراع مسلح ما بين تيارات شتى، تدخل بينها بعض التيارات الارهابيه كتنظيم الدوله الذي استغل الوضع وحدث ما حدث. لا اعتقد ان الحروب تحديدا في المدن هي 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 هي, هي نتيجه السياسه القاصره لهذه التيارات التي تصارع السلطه والتي تحاول اثبات وجودها عبر تشكيلات مسلحه لمحاربه طرف اخر للسيطره، ولا يهمها ان كانت الحرب في المدينه او في الصحراء. هذه كلها عقليات تثبت اننا لازلنا متخلفون جدا ولا نراعي حتى الاتفاقيات الدوليه التي تحرم وتمنع الحروب داخل المدن، بل انها تضع قوانين وشروط معينه حتى لمحاربه الارهاب في الاماكن المعموره كالمدن. ولكن ما حصل ان ميليشيات معينه في المنطقه الشرقيه وتحت ذريعه محاربه الارهاب الذي لا ننكر وجوده حتى في بنغازي واقولها في كل مره، ولكن محاربه الارهاب او فيها بقليل من الارهاب داخل بنغازي وجمع جميع التيارات الاخرى في سله واحده لمحاوله القضاء عليها بالتاكيد سيحدث ما احدثه في بنغازي من قتل وتشريد وتدمير للبنيه التحتيه، بل وتدمير لجل بنغازي كما يقال. وايضا ما حصل في درنة، طبعا انا اختلف مع بعض الاخوه الزملاء المتداخلين الذين قالوا او المشككين في الارقام. لا يهمني التشكيك في الارقام، الحقيقه تقول نفسها على الارض. نحن نشاهد كل يوم الصراعات المسلحه والقتلى او نسمع بالقتلى حتى عبر او بالاتصالات الشخصيه من اصدقاء، دائما نسمع ان هناك قتلى في درنة وان هناك قتلى في بنغازي وان هناك اختطاف في الجنوب في مدينه كذا كذا وان هناك ذبح لعدد 14 نفر في بن وليد وان هناك اختطاف او قتل لرجل عسكري في ترهونة. الامور واضحه للعيان، لا نستحق ان يعبر عنها الطرف الاخر. ربما سايرك او اؤيدك الفكر ان المجتمع الدولي يستغل التقارير المنظمتيه الدوليه لمحاوله تمرير اجندات او افكار معينه تبع تيار معين. طيب. واخر هذه يحق لك ان تتمسك. طيب. في محاوله الوصول الى طيب سيد روياتي، يعني وربما سيد روياتي يعني ربما يعني هناك من يشكك، ولكن هناك حقائق قائمه بالفعل على الارض، وربما اخرها تصريح السيد رئيس المجلس البلدي في سرت الذي قال بان التنظيم اعدم شبابا تقل اعمارهم عن 16 عاما، يعني هذا شيء مؤكد. طيب اذهب بالحديث الى السيد المصراتي. سيد المصراتي، هل تعتقد بان ممارسات التنظيم والجرائم التي ارتكبها تمت اضافتها لهذه الحصيله في هذا التقرير الصادر عن بعثه الامم المتحده؟ استاذ الكريم، طبعا يصنف الصراع الحارس في ليبيا بانه صراع غير دولي، وعندما نتحدث عن هذا الصراع والاطراف وتعدد الاطراف الداخليه في هذا الصراع، فاعتقد ان ما يجعل الامر ما نراه الان بهذه الصوره السيئه من زياده عدد الضحايا، اعتقد انه بالدرجه الاولى هو عدم فهم الاطراف النزاع في ليبيا بالقانون الدولي الانساني، والذي هو يعتبر ايضا حتى في الحرب هناك قانون وهو القانون الدولي الانساني، والذي يحكم التصرفات واساليب وتعامل الاطراف النزاع مع المدنيين ومع غيرهم من غير المدنيين. نعم. وما دام هذا الصراع مستمر، فاعتقد ان هناك نتائج كبيره منها الاستهداف المتعمد للمدنيين وتدمير ممتلكات المدنيه ونهبها والترحيل القسري واستعمال المدنيين كدواء بصريه وتدمير البنى التحتيه، هذه كلها تنطبق تحت عقوبات في القانون الدولي الانساني. اعتقد انه مهم جدا ان تعرف جميع اطراف النزاع في ليبيا ان تبعات اعمالها ستكون تحت طائله القانون الدولي الانساني ايا كان هذا الطرف، ويجب على الجميع احترام القانون الدولي الانساني وعدم استهداف المدنيين وعدم استخدامهم كضرب بصريه او تعريضهم للخطر. طيب سيد المصراتي، يعني هل لم تجب عن سؤالي، هل يعني ممارسات التنظيم وضد المدنيين وما ارتكبه من جرائم، هل
أدرجت في هذا التقرير برأيك؟ أخي الكريم، أنا أتحدث بصفة عامة، أنا لا أتحدث بطرف دون طرف، ولكن عندما أتحدث أنا كزميلي إلى الأحمر أتكلم بالجميع وقفت بمسافة واحدة من الجميع، فعندما نتكلم كإلى الأحمر نحن لا نلقي التهمة على طرف دون أن نلفت انتباه الطرف الآخر، بل نحن دائما في بياناتنا وفي لقاءاتنا الصحفية أؤكد على ضرورة احترام قيود الإنسان وعدم استهدافنا. طيب دعني أذهب بالحديث للسيد لملوم سيد المصراتي. سيد لملوم، يعني بعد توجه التنظيم إلى مدينة سرت وتمركزه هناك، هل من المرجح أن يصعد من عملياته ضد المدنيين، وهل من الممكن أن يستخدم ذلك كورقة ضغط رابحة للمساومة على تأمين ممرات آمنة لخروجه ربما؟ قياسا على طبيعة التنظيم في مناطق أخرى سواء كان ذلك في العراق أو في الشام، فهذا التنظيم لا يتورع في أن يرتكب أي شيء ممكن يحافظ به على حياة أفراده، ونحن نعرف أن هذا التنظيم الآن هو ليس بالتنظيم القوي القادر على أن يصمد في منطقة مكشوفة مفتوحة لا مفر له فيها إلا أن يدخل الصحراء، وعليه دون شك يعني أنا أعتقد في الأيام المقبلة عندما يبدأ أو تبدأ عملية المعارك في منطقة سرت، فإن هذا التنظيم في نهاية الأمر سيلتجه لاستخدام المدنيين كدروع، أو ربما يستخدمهم كرهائن، وبكل تأكيد يعني المسألة الآن تدخل في إطار أن استغلال الإنسان المدني في حرب لا ناقة له فيها ولا جمل وإنما كرهينة، ويعرض في هذه الحالة إلى خطر الموت. بكل تأكيد التنظيم سيلتجه إلى أساليب شديدة جدا في التعامل مع المدنيين، في أساليب الابتزاز، أساليب الرهائن، أساليب كل ما يبيح له أن يلحق ضرر بالذين لا يكونون معه، وربما أنا أعتقد في نهاية الأمر قد يرغم المدنيين الذكور البالغين على أن يكونوا جزءا من جنوده، وربما سيرغمهم ومن المعركة أن يكونوا جزءا من المعركة. نعم. طيب دعني أذهب بالحديث للسيدة ناجي. سيدة ناجي، يعني البعثة لم تحدد بشكل دقيق أي من الأطراف كان سببا في هذه الإصابات التي وقعت في صفوف المدنيين، وبالتالي يعني كيف سينعكس ذلك على ملاحقة الفاعلين قانونيا؟ نعم سيدي، هذا ما كنت أطرحه، فنحن كمؤسسة مجتمع مدني وترصدنا لهذه الانتهاكات وحقوق الإنسان ندعو عن طريق أو من منبر قناتكم الموقرة بمحاسبة هؤلاء المسؤولين عن هذه الانتهاكات أو التجاوزات بما في ذلك لحقوق الإنسان أو وفقا للمعايير الدولية كما أسلفت. فنحن هنا كمؤسسة مجتمع مدني نشجع ونحث على الأطراف المتنازعة لتكثيف هذه الجهود من أجل حماية هؤلاء المدنيين أو أي ومنع أي انتهاكات أو تجاوزات لها، وننشد كذلك البعثة لإرساء مبدأ سيادة القانون ومراعاة أصول المحاكمات، فلها إتاحة سبل اللجوء للقضاء لكي تتسنى لها هنا المحاسبة الفعلية. طيب ولكن سيدة ناجي، يعني كيف يبدو أننا قد فقدنا الاتصال مع السيدة ناجي، وسنحاول أن نعود إليها في وقت لاحق مرة أخرى عبر سياق هذه الحلقة. طيب أتوجه بالحديث للسيد روياتي. سيد روياتي، يعني عمليات القصف بالمدفعية الثقيلة وأيضا مخلفات الحرب هي من أبرز العوامل التي تسببت في سقوط هذه الأعداد من الضحايا كما جاء في تقرير بعثة الأمم المتحدة. يعني هل ذلك من شأنه أن يشير للمسؤولين عن وقوع هذه الإصابات؟ لا شك في ذلك، أعتقد أن القانون الدولي يتقادم بالزمن، وأعتقد أن الكل مسؤول عن أفعاله عن الفترات السابقة، خاصة الحروب داخل المدن والتي يستهدف فيها العدو والإنسان المدني على الثواب المدفعية ولا الثقيلة. وكما قلت أعتقد أن القوانين الإنسانية والقانون الدولي يجرم ويحرم استعمال الأسلحة الثقيلة، بل أنه استعمال أي نوعية من الأسلحة داخل المدن، وأن طرق محاربة الإرهاب داخل المدن لها شكليات وآليات معينة
الكل في ليبيا على السواء. جميع التيارات تجاوزتها في العديد من الحروب، وأعتقد أن ما حصل في بنغازي هو خير مثال على ذلك. الحرب التي تقاد من هناك حتى لو ادعي بأنها شرعية تحت غطاء ما يعرف بجيش ليبي، فإنه قد تجاوز جميع الأعراف والقوانين الدولية التي باستطاعة أي متضرر من هذه الحرب أن يرفع دعاوي حتى أمام المحاكم الدولية للمطالبة بمعاقبة المجرمين والقائمين على هذه الحروب. أعتقد أن كما قلت في ليبيا الأمر فوضوي، الأمر خرج فعلا عن السيطرة وراء السلطة ومحاولة إثبات وجهات النظر. نعم. وهذا ما جعل المجتمع الدولي أو جعل بعض المنظمات التي ترصد الاختراقات والتجاوزات ضد حقوق الإنسان، وإن لم تحدد هذه الجهات إلا أن الكثير من الجهات الأخرى حتى المستقلة وداخل ليبيا تثبت وتحاول وربما تخشى الدخول إلى بؤر هذا الصراع المسلح. سيد الروايتي، طيب دعني أذهب بالحديث للسيد المصراتي. سيد المصراتي، يعني ما هو الدور المطلوب من المدنيين حتى ينأوا بأنفسهم عن بؤر التوتر ولا يعرضون أنفسهم للخطر؟ والله طبعا المسؤولية هي بالدرجة الأولى الأكبر تكون على أطراف النزاع المسلح بعدم استهداف المباني وأيضا المباني الحكومية والخاصة بالمستشفيات والمصحات، وأيضا عدم استهداف مباني المدنيين وعدم استخدامهم كدروع بشرية. هذه النقاط من الأولوية أن تكون موجودة لدى جميع أطراف النزاع. أيضا هذا ما شاهدناه نحن من حركة نزوح كبيرة هو انتقال من تلك الأماكن التي شهدت نزاع مسلح إلى أماكن أكثر أمنا واستقرارا. أخي الكريم، نحن لدينا إحصائية تم ظهارها خلال الفترة الماضية بخصوص أعداد النازحين، وهم طبعا نتيجة من نتائج هذا النزاع المسلح، أن عدد النازحين في ليبيا وصل إلى أكثر من 550 ألف نازح، أي بمعدل تقريبا 10% من الليبيين هم في حالة نزوح. هذه النتيجة من نتائج استهداف تلك الأماكن وهروب الناس من تلك المناطق التي تشهد اشتباكات مسلحة منذ فترة إلى أماكن أكثر أمنا. نعم. أعتقد أن هذه أزمة كبيرة. نحن الآن كهلال أحمر نشعر بهذه المأساة الكبيرة، وللأسف لا يوجد أي تضامن من المجتمع الدولي لحل والتخفيف من أعباء آلاف الأسر النازحة والذين يعانون الأمرين، وخصوصا مع الوضع الحالي في البلاد. نعم. ارتفاع الأسعار وارتفاع الإيجارات ومن نقص السيولة ومن غيرها. طيب. من الأمور التي أثقلت كاهلهم. طيب دعني أعود للحديث مع السيد لملوم. يعني سيد لملوم، بعد صدور مثل هذا التقرير، هل يمكن مساءلة السلطات المتعاقبة التي تعاقبت على البلاد بشأن التقصير في حماية المدنيين وتحميلها المسؤولية القانونية؟ بكل تأكيد سيد محمد، لو نظرنا إلى الحكومات المتعاقبة والمسؤولين بكل يتحملون مسؤولية هذه الجرائم التي حصلت في ليبيا. والمؤسف أن كل مسؤول جاء إلى ليبيا لحد الآن لم يلتفت. نحن رأينا وزراء عدل يضحكون على الشعب الليبي ويوعدون الشعب الليبي بأنهم يكشفون عن الجرائم أو من هم وراء الجرائم التي ارتكبت في مدينة بنغازي، وذهب ذلك المسؤول ولم يسأله أحد عن الأسماء التي أعلن أنه سيكشفها. كل الحكومات المتعاقبة التي جاءت على ليبيا بعد الثورة هي حكومات مسؤولة بوزرائها بمسؤوليها، يجب أن يمتثلوا للقضاء ويجب أن توجه إليهم التهم على تقصيرهم. ولا يستثنى من ذلك أيضا حتى الحكومة الحالية والمجلس الرئاسي. المجلس الرئاسي الآن إلى حد الآن أمضى فترة طويلة ولم يحقق شيء في ليبيا، وأخشى ما أخشى أن المجلس الرئاسي الذي والحكومات التي تعطى الثقة، أو لا أعتقد أنها ستعطى الثقة مهما كان الأمر، هذه لم يبقى أمامهم إلا أكثر احتمالات أكثر من سنة ونصف، فماذا سيحققون في هذه السنة ونصف؟ فالجرائم التي ارتكبت بكل تأكيد كل المسؤولين الذين مروا على الدولة الليبية من الثورة حتى الآن يعتبروا مسؤولين ويجب أن يسألوا، وستكون القائمة طويلة بكل تأكيد. ولا أعتقد أن بالإمكان أن توجه تهم لكل، ولكن
بيجب أقل شيء أن توجه لكبار المجرمين الذين أفسدوا في البلاد. نعم. طيب. إشارة أخرى أريد أن أوضحها. نعم. القياس على أن هناك نصف مليون لاجئ أو مهجر، فهؤلاء ليسوا من عموم ليبيا، وإن هي هم من مناطق محدودة في ليبيا. لو أخذنا في الاعتبار مناطق معينة فنجد أن الكارثة كبيرة أكثر، أن نصف مليون من بعض المدن هو بكل تأكيد كارثة بكل المقاييس. نعم. طيب سيد الرواياتي، هل من الممكن اعتبار صمت الحكومات المتعاقبة على تفشي السلاح وعدم جمعه كان بمثابة البيئة الخصبة التي مهدت لهكذا ممارسات طالت المدنيين وخلفت ضحايا وخسائر؟ من الممكن الاستناد على هذا الأمر، ولكن أنا شخصيا أرى أن إشكالية ليبيا أن الثورة الليبية انتشر معها السلاح بشكل كبير لمقاومة حرب أو لمقاومة ميليشيات القذافي في حينه التي عادت في الأرض فسادا، فالتجأ المواطن الليبي العسكري وغير العسكري للبحث عن السلاح والحصول عليه، وحصل ما حصل في الثورة. هذا الأمر جعل موضوع جمع السلاح في حد ذاته هو أكبر إشكاليات الليبية. ولا أعتقد أن أي حكومة من الحكومات السابقة وحتى الحكومة الحالية أنها ستستطيع من الحد بشكل كبير من انتشار السلاح. ربما سترجع هذه الحكومة في محاولة السيطرة نسبيا على التشكيلات المسلحة بدمج بعضها، خاصة أن الاتفاق يمنح هذا الأمر ويحصن الكثير من التشكيلات المسلحة عن تجاوزاتهم السابقة. ربما هناك أمل في أن نستطيع الآن وبعد 4 سنوات استطاع فيها الكل أن يشاهد مآسي وما حصل في ليبيا من انتشار السلاح في جميع الأحوال، لم يحدث أي فائدة بقدر ما أحدث انشقاقات أكثر وأكثر وانقسامات أكثر وأكثر، والأمر أمام أعيننا حتى الساعة. لذلك لا أرى أو لا أعتقد أن أو لا أستطيع أن أحمل الحكومات السابقة أنها تركت موضوع السلاح، بل العكس، ممكن كلها حاولت بشكل أو بآخر لكنها لا تستطع أمام فوضى الميليشيات التي لها القوة الأكبر حتى من الحكومات المتعاقبة السابقة. لا زال الملف الليبي الشائك هو موضوع السلاح، ولا زال كل إشكاليات ليبيا مرتبطة بانتشار السلاح، سواء كانت على مستوى القتل أو التهجير أو الصراع المسلح ما بين التيارات والتشكيلات في مجملها أو الصراعات السياسية، الكل مرتبط بالسلاح. أما حل هذا الملف في حد ذاته فأعتقد أنه يحتاج إلى بعض الزمن، يحتاج إلى توعية، يحتاج إلى حلول جانبية أيضا وتكاثف الجهود أيضا. نعم الجمع. أنا شخصيا لا أرى أنه لا مانع حتى إذا تحسن الوضع الليبي ماديا أن يتم شراء الأسلحة الثقيلة بأي شكل، على الأقل لسحب أكبر كميات ممكن هنا. عبر الزمن يمكننا أن نتخلص من هذه الفوبيا، وإلا الخوف كل الخوف من أن نضطر بعد 3 سنوات أخرى إذا ظل ملف السلاح منتشر بهذا الشكل، فإنه سيشكل زعزعة أكبر للدول الإقليمية ولدول الأوروبية، وأخاف كل الخوف من أن يصبح ملف على طاولة مجلس الأمن. طيب ربما سنأتي للحديث عن هذا سيد الروياتي. سيد المصرتي، هنا ما الدور الذي على المنظمات الدولية المعنية بالشأن الإنساني اتخاذه للحد من سقوط المزيد من الضحايا المدنيين؟ والله يا أخي الكريم، طبعا نتحدث هنا كدولة، نحن كإلان أحمر ثم ننطلق إلى المنظمات الأخرى. نحن دائما كما ذكرت ليس لدينا مثلا قوات على الأرض لتقوم بفرض رأيها على الجميع على الأطراف النزاع، وليس لدينا إلا التنبيه والدور الإنساني. نعم، والدور الإنساني وظهر بيانات الصحفية التي تؤكد دائما على دعوة جميع أطراف المتنازع أبداء المزيد من احترام للقانون للدول الإنساني وعدم استهداف المدنيين وتذنيب البنية التحتية شغل القتال وضمان وصول السيارات الإسعاف وتوفير ممرات آمنة لمن للعالقين في العديد من الأماكن التي حدث فيها النزاع. نحن لاحظنا أن هناك احترام بصدق من أطراف النزاع وتقديرا ومساعدتنا في أعمال الإنسانية، إنما ما يحدث من استهداف تلك الأماكن، نحن كما ذكر الأخ سابقا نتيجة الانتصار للسلاح في الجميع، فالجميع يملك الأسلحة
وأن تصل إلى جميع المسلحين هذا صعب جدا، وأن تعرفهم أن هذا خطأ وأن هذا قد يؤدي بهم إلى مساءلات قانونية في الفترة اللاحقة، وهذا يحتاج إلى مجهود كبير جدا حتى من الجانب الإعلامي، يحتاج إلى إيصال رسالة بهذا المفهوم. أما بالنسبة للمنظمات الدولية أخرى، فهناك تعاون مع المنظمات الدولية بهذا الخصوص بمحاولة التوعية والتثقيف بضرورة نشر القانون الدولي الإنساني، وأيضا تقديم المساعدات لنتائج هذا النزاع كما ذكرت من نازحين وغيرها، وهذا يتطلب مجهود أكبر وتعاون أكبر من الجميع. طيب سيد لملوم، يعني كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يسهم في الحد من تزايد أعداد الضحايا في ليبيا بعد 4 سنوات من الفوضى، وكيف أيضا يمكن لسياسة الإفلات من العقاب أن تزيد من عدد الضحايا؟ المجتمع الدولي في تصوري إلى حد الآن لم يتخذ موقف إيجابي للوصول إلى نهاية هذه النزاعات القائمة في ليبيا. المجتمع الدولي ينظر إلى مصالحه ويضعها في المرتبة الأولى قبل أن ينظر إلى مصلحة الليبيين، وقبل أن ينظر إلى الوضع الأمني والوضع الغذائي والوضع الصحي والوضع السيء الذي يعانيه المواطن الليبي. المجتمع الدولي بإمكانه أن يضغط على أطراف أصبحت الآن واضحة هي من تعرقل مسيرة عودة ليبيا إلى الدولة، وعودة ليبيا بحكومة واحدة، وعودة ليبيا إلى أن تحاول أن تلملم جراحها وتحاول أن توقف هذا النزيف المستمر. المجتمع الدولي بيده هذه السلطة، وبيده بإمكانه أن يضع أصبعه على من يعطلون هذه الأمور، ويمكن أن يقول لهم قفوا، وسيمتثل هؤلاء ونحن نعرف ذلك. لكن المجتمع الدولي يتبع سياسة أنه دع الليبيين يحلون مشاكلهم الداخلية فيما بينهم. المسألة الآن لم تعد قضية مثلا ديمقراطية أو قضية شرعية أو قضية، لحين لو نظرنا إلى الشرعية التي يتحجج بها المجتمع الدولي لنجد أن البرلمان يمثل من؟ هذا البرلمان لا يمثل أكثر من 6% من القاعدة الانتخابية في ليبيا، وبالتالي بكل المقاييس هو برلمان لا يمكن أن يعتبر برلمان على اعتبار أنه لا يمثل الشعب الليبي. فالتمسك بأنه برلمان يمثل الشعب الليبي، والتمسك بأن الشرعية يجب أن تكون لهذا البرلمان، والتمسك بأنه يجب أن يعطي للحكومة الثقة ويمنح ثقته لأن تستمر وتبدأ عملها، وهذا لن يحدث بالطريقة التي نراها الآن. لن يكون هناك شيء إيجابي سيأتي من هذا البرلمان، وستستمر المماطلة وستستمر التسويف وستستمر، وفي نهاية الأمر نجد أن المجتمع الدولي سيستجيب لمن يعطلون هذه المسيرة، وكان هناك اتفاق مسبق بين كل هذه الأطراف لأجل تعطيل المسيرة وتمطيط الوقت والمزيد اللي غال في دم الليبيين وتكبير هذه المآسي. المجتمع الدولي لا يقدر الموقف حقيقة في ليبيا، وكانت البداية هي بداية خاطئة ومنتجاتها ومخرجاتها خاطئة، وكان بالإمكان إذا أراد المجتمع الدولي أن يفرض إرادته كان بالإمكان أن يجري انتخابات برلمانية جديدة، وكل الأجسام التي كانت معطلة لهذه المسيرة يزيحها من الطريق. نعم. هذه أراها أن هي النتيجة النهائية التي يجب أن يلتجي لها المجتمع الدولي إذا أراد أن يبسط الأمن والأمان في ليبيا ويعيد ليبيا على الطريق القوي. طيب الصحيح. دعني أتحول بالحديث للسيد الروياتي. سيد الروياتي، يعني برأيك ما هي أبرز العوامل التي شجعت على ارتكاب مثل هذه الجرائم بحق المدنيين في ليبيا وأيضا تفشي العنف؟ لا شك أنه تقاعس الدور القضائي في ليبيا أو السلطة الجبرية داخل ليبيا. ليبيا بعد الثورة وانتشار السلاح كما قلنا فعلا أحدث أجسام كثيرة وأحدث قوة كثيرة، أصبح الكل يخاف من الكل والكل يتحدى الكل، ولذلك لن تجد قوة جبرية واحدة تمثل الدولة تستطيع أخذ الحقوق للناس، إضافة إلى إهمال وكما صرح أحد الزملاء المتداخلين إهمال المجتمع الدولي للوضع الليبي بشكل أحيانا مريب وبشكل أحيانا آخر ربما يفهم أنه محاولة لاحتواء جميع الأطراف، كونها تعرف أن جند التيارات المصارعة في ليبيا هي تيارات مدنية أو أنها أو بعبارة أخرى تيارات بعيدة عن التشدد والإرهاب، ولكنه صراع من أجل السلطة، ولذلك ترى أن الوفاق والحوار
للملمة هذه المجموعات المتصارعة بالسلاح أو متصارعة سياسيا أو إعلاميا أو غيره لا يكون إلا عبر الحوار، ولا تريد أن تقصي طرف على آخر وتتجاوز أحيانا تجاوزات بعض هذه المجموعات. يعني أنا طيب سيد الروياتي هنا، سيد الروياتي عذرا للمقاطعة هنا، هذه الحاضنة سيد الروياتي هنا، نعم. ما هي القنوات التي يمكن للمجتمع الدولي من خلالها الإسهام في التقليل من خطر العنف المتزايد تجاه هؤلاء المدنيين؟ في الفترة الحالية وتحديدا بعد اعتماد وتبني المجتمع الدولي للحوار الأممي وجميع مؤرجاته، أرى أنه عليها أن تغير من سياستها القانونية داخل ليبيا، وعليها أن تضرب بقوة على المعرقلين لهذا الوفاق لإنجاحه على الأقل، أو وإلا فإننا سنستمر في نفس المعضلة، معضلة محاولة مغالبة الطرف على الآخر. أعتقد في هذه الفترة تحديدا يمكن للمجتمع الدولي أن يقوم بدور كبير عبر تحديد الشخصيات المعرقلة للحوار، عبر الشخصيات التي لازالت تمتنع عن تنفيذ بنود الحوار أو الاتفاق السياسي، والتي تنص أولها أو في بعض بنودها على وقف جميع العمليات العسكرية في ليبيا. أيضا جميع الأطراف المعرقلة لتمرير الاتفاق السياسي سواء عن طريق البرلمان أو غيره يمكن إدراجهم عبر العقوبات الدولية، أو إدراج أساميهم حتى للعقوبات الجنائية عبر المؤسسات الدولية كمجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية. أعتقد أن إجراء صارمة مثل هذه ستحد كثيرا من الصراعات داخل ليبيا، وستقزم الكثير من القوى، وستعرف الكثير من القوى أن هناك من يحاسبها على الأقل على مستوى الدولي، خاصة أنه كما قلنا القوة الجبرية أو السلطة الواحدة التي تستطيع التحكم في أمور البلاد وإحقاق الحق أو توعية إجلاب حقوق الناس غير متوفرة. لذلك المجتمع الدولي إذا أراد فعلا إنهاء ملف ليبيا أو على الأقل التقليل من تشعباته، أرى أنه بعد أن اعتمد الحكومة الطوافق وأيدها في مجملها وأيدها وبقوة على كافة المستويات سواء كانت دول كبرى أو منظمات دولية، أرى أنه عليه أن يقوم ببعض الأعمال التي تنجح هذا المشروع على الأقل بوضع الكثير من الشخصيات وعلى جداول العقوبات الدولية بشكل. طيب سيد الروايات، طيب سيد ملوم، يعني على ذكر حكومة التوافق، يعني يعلق كثيرون أمالا على هذه الحكومة الجديدة لحل عدد من القضايا العالقة في البلاد. هنا يعني ما الذي يمكن أن تقدمه حكومة الوفاق في هذا الملف للحد من تزايد سقوط المدنيين؟ سيدي، نحن نعرف أن اتفاق الصخيرات وحكومة الوفاق هي حكومة هناك من عرضها، ورغم التحفظات الكثيرة إلا أننا قبلنا بها على اعتبار أنها ليس هناك في الإمكان أبدع من مكان، وأنها على أقل الأشياء كنا نأمل أن تنهي الحالة اليائسة التي وصل إليها المواطن الليبي. ولكن الآن 4 أشهر والمجلس الرئاسي والحكومة التي كنا ننتظرها إلى الحد الآن لم تتمحور ولم تظهر للوجود ولم تنال ثقة البرلمان، وبالتالي إلى حد الآن لا زال كل اتفاق الصخيرات حبرا على ورق. أعتقد أن في نهاية الأمر ربما قد نصل إلى حقيقة، وهو أن السيد السراج ليس هو رجل المرحلة وأنه غير قادر، لأن من يريد أن يجمع كل الأطراف لا أعتقد أنه يكون بإمكانه في حالة التشرذم التي نراها الآن أن بإمكانه أن يحقق الكثير. ثم أن هذه الحكومة هي أمامها أقل شيء 3 ملفات، لا أعتقد أنها ستتناول أكثر من ذلك، ولا أعتقد أنها ستقدم أكثر من ذلك للشعب الليبي. الملف الأمني والملف الاقتصادي والملف الذي يتعلق بإعداد المرحلة أو عند اقتراب نهاية هذه الحكومة وهذا المجلس الرئاسي، أن تكون هناك انتخابات برلمانية جديدة وأن يكون هناك مشروع دستور للاستفتاء عليه. نعم. هذه أكثر من هذا لا أتوقع أن بإمكان هذا الحكومة أن تحقق الكثير. والملف الأمني والملف الاقتصادي هو أهم الملفات العاجلة التي يجب أن تبدأ بها هذه الحكومة. ماذا قدمت هذه الحكومة لحد الآن؟ إلى حد الآن لم نرى شيء على أرض الواقع، وبالتالي إذا استمر هذا النهج الذي تسير عليه حكومة السيد السراج والمجلس الرئاسي، لا أتصور أن هذه الحكومة ستقدم الكثير للشعب الليبي. طيب أعود بالحديث للسيد المصراتي. سيد المصراتي، يعني بوصفك تعمل في الجانب الإنساني، كيف ترى دور حكومة الوفاق؟ ما التغيير الذي يمكن أن تحدثه هذه الحكومة؟ والله يا أخي الكريم، بما أنك تتحدث عن دور جميلة الأحمر،
فهو موضوع مهم جدا أن أوضح نقطة، وهو نحن ليس لنا علاقة بتقييم الحكومات والسلطات المحلية، إنما يتعلق دورنا دائما هو فقط لمساعدة السلطات العاملة في الحق الإنساني أو السلطات العاملة السلطات المحلية العاملة في الجانب الصحي في مساعدتها في تقديم خدماتها للآخرين. إنما أخي الكريم اسمح لي أن أبدا الرأي بالحكومة السابقة واللاحقة والوضع السياسي في ليبيا، فهذا من ضمن الأمور التي لا نتدخل فيها ولا نبدي فيها حتى الملاحظات. طيب أعود بالحديث للسيد الروياتي. سيد الروياتي، يعني كيف يمكن للحكومة استغلال هذا الدعم الدولي لصالح هذا الملف؟ بالتأكيد بإمكانها ذلك عبر 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 محاولة الحصول على دعم دولي في توحيد الأطراف المتصارعة. أعتقد أن المجلس الرئاسي وعلى عكس أحد ضيوفك أراه قام بأعمال جيدة حتى الساعة، في إشكالية ليبيا إشكالية أنه عندما تقوم بأي أمر فيحسب من أي أمر لصالح طرف معين فيحسب من الطرف الآخر أنه خرق للاتفاق. لذلك إشكالية ليبيا أنه كيف تقنع جميع التيارات وخاصة صفوة القوم دائما نسميهم القيادات التي دائما تتعذر بأن هذا المجلس الآتي تجاوز صلاحياته واخترق الأمر بأن وقف مع التيار الآخر بأن أخرج هذا البيان أو أخرج ذلك البيان. المجلس الرئاسي وإجابة على سؤالك بإمكانك الاستناد على المجتمع الدولي للضغط على هذه التيارات للقبول بالأمر الواقع الموجود، خاصة أن المجلس الرئاسي حتى الآن وبالفعل يقوم بخطوات إيجابية محاولة احتواء الجميع وعدم الإضرار بالمراكز القانونية للجميع. أي أنه حتى في الإشكالية الأخيرة عندما حصلت بموضوع سرت وأصدر بيانه بمحاولة استحداث غرفة عمليات واحدة لتوحيد القوة لمحاربة داعش، هو بذلك يحاول أن يجمع بين الصفين ما يعرف بصف الكرامة وصف الفجر تحت قيادة واحدة، أي أنه وقف في وسط الطريق لمحاولة استغلال هذا الأمر لعله بإمكانه جمع الميليشيات أو التشكيلات المسلحة الموجودة في ليبيا تحت قبة واحدة لعلها تكون الخطوة الأولى لتشكيل أو توحيد هذه الرؤى. طيب سيد الروياتي، هنا كيف يمكن لحكومة الوفاق الالتفات لهذا الملف وتقديم المسؤولين للعدالة؟ أعتقد أنه ابتداء يجب أن نعي أن فوضى ليبيا تجعلنا نتجاوز أحيانا موضوع المحاسبة أو محاولة ملاحقة أشخاص أو تيارات معينة في هذه الفترة، لأنه جميع التيارات وجميع الشخوص الموجودين على الساحل الليبي الآن لديهم حواضن اجتماعية ولديهم مؤيدين سواء كانوا مغيبين أو مقتنعين الاقتناع التام بما يقوم به هذا التيار. لذلك أي محاولات لمحاسبة هذا الطرف أو ذاك أو تقديمهم للعدالة حتى لو أخطأوا أعتقد أنه سيسبب شرخ أكبر. أعتقد أنه الأوجب الآن في هذه الفترة احتواء الجميع وترك أمر المحاسبة كما يقود البعض إلى حين قيام المؤسسات الحقيقية أو إلى حين استتباب الأمن الحقيقي وشرعية الدولة الحقيقية القوية داخل البلاد، عندها يمكن محاسبة الكل على أفعاله كل بما قام. أما في هذه الفترة فإنها سبب انشقاق، أنا هذا ما أراه شخصيا. نعم. على المستوى الدولي أعتقد أنه من حق الشخوص في حد ذاتهم، أنا أتمنى أن تتجنب الدولة ولا أعتقد أن الدولة مكونة مثلا في مجلس الرئاسي أو غيرها من المؤسسات ستلتجأ دوليا لمحاكمة الطرف آخر، لأنها في هذه الفترة لا شك ستحاول لملمة جميع الأطراف واحتواء الجميع، ولكن من حق الشخوص أن يلجأ إلى المجتمع الدولي كل حسب ما يرى التجاوزات التي فعلته أو الاعتداءات التي لحقت به. كما قلت دور المجتمع الدولي في هذه الآونة هو الضغط على هذه التيارات لجمعها تحت سلطان المجلس الرئاسي وتأييد قرارات التي يخرج بها، خاصة أنها جميعها قرارات وسطية وحكيمة ومتزنة تحاول لملمة الجميع على المجتمع الدولي على أن يضغط في كل مرة على الطرف الذي يعرقل هذا القرار أو ذلك للبدء في حركة أو عجلة المجلس الرئاسي نحو الإجراءات التنفيذية الحقيقية. ولعل موضوع سر تحديدا ربما يكون هو الملف الأول، ولعل هو الملف الأخطر الذي ربما سيبدأ به المجلس الرئاسي. فخطورة هذا الملف أنه ذو شقين، إذا حصلت أي مراوشات بين التيارين في تلك المنطقة فإنها ستكون القشة التي ستقصم ظهر البعير وستقصم ظهر ليبيا تحديدا. أما إذا استطاع المجلس الرئاسي بحكمته وبعض الضغوطات الدولية في احتواء الطرفين فأعتقد أنها الخطوة الأولى نحو ربما حتى التوحد في المجموعات المسلحة والتشكيلات المسلحة هنا وهناك لعل تكون بادرة خير أن نحارب العدو الأوحد والعدو الحقيقي في ليبيا وهو داعش. يعني أنت متفائل سيد الروياتي بأن تتوحد الجهود لمحاربة خطر هذا التنظيم و
ما قد يترتب عليه من أثار قد تطال المدنيين؟ طبعا أنا لم أقل أنني متفائل، الواقع يقول أنني أتمنى أن يكون داعش باعتبارها أن العدو الحقيقي هو المتفق عليه في ليبيا كاملة أن يوحدنا هذه المرة في هذه الحرب ضد داعش، لعلها ترطب القلوب ما بين التيارين، لعلها توضح أكثر وتقرب أكثر في وجهات النظر بين الطرفين، خاصة أن المجلس الرئاسي يحاول احتواء الجميع، ولكن على وفق رؤية التفاؤل فأعتقد طيب. أنني لست متفائل كثيرا طيب. طيب. أن الصوت المتشدد لازال هو الغالب ولازال صوت التصعيد. طيب سيد روايتي دعني أذهب بالحديث للسيد لملوم. سيد لملوم، يعني ربما تحدثنا عن دور الغرب في مساعدة الحكومة تجاه هذا الملف، ولكن يعني ماذا عن دول الجوار؟ كيف يمكن أن تساعد هذه الدول في تسهيل عمل حكومة الوفاق للقضاء على هذه الظاهرة وتقديم المسؤولين للعدالة؟ سيد محمد، نحن رأينا المجتمع الدولي قد هدد أخيرا وقال هناك انتهاكات لتصدير استيراد السلاح وأن هناك دول تقدم السلاح لليبيا. بعد هذه البلاغات وهذه التحذيرات من المجتمع الدولي رأينا أن الأسلحة لا زالت تورد إلى جزء شرقي من ليبيا بكميات كبيرة، وأن هناك أناس يعدون أنفسهم. المسألة الآن يتحدثون عن داعش وسرت، فوق الأمر يجب أن لا نغطي عين الشمس بالغربال. داعش ليست هي القضية، هناك محاولة ومؤامرة، ونحن أن داعش هي إحدى وسائل تنفيذ هذه المؤامرة. المؤامرة هي معاولة عودة بقايا النظام السابق على السلطة. احنا رأينا التحركات الكثيرة التي جرت في المدة الأخيرة، احنا رأينا التجنيد المرتزقة. هل ستحرر هذه المجموعات المرتزقة، هؤلاء المرتزقة الذين أتي بهم من العدل والمساواة ومن الشعب؟ هل في نهاية الأمر نحن فعلا سنحارب داعش، أو أننا هناك احتمال كبير جدا أن يكون المعركة بين بقايا النظام السابق وفلول النظام السابق الذين التحقوا بداعش وبأوامر من قياداتهم في خارج ليبيا؟ طيب. وقال أمر يجب أن لا يغيب علينا أن الأمور كلها يجب أن تكون واضحة لدى الجميع. مثلا هذا، لهذا أقول إذا أراد السيد السراج وحكومة الوفاق والمجلس الرئاسي أن يرضي كل الأطراف، معنى هذا أنه لا يرى ما يجري. يجب أن ننظر بعين فاحصة ودقيقة، ويجب أن نضع الأشياء في إطارها الصحيح. طيب باختصار سيد لملوم، لم تجب عن دور دول الجوار، باختصار في دقيقة إذا سمحت. دول الجوار هي التي تورد السلاح. نعرف أن الشقيقة مصر هي من تدعم حفتر، وأن الإمارات هي من تدعم حفتر، فهؤلاء من يزيدون في شقة الخلاف. نحن الموقف المتشدد الذي يتخذه الشقيق في شرق ليبيا هو موقف نابع من الضغوط المصرية ومن محاولات مصر لشق الصف الليبي وخلق نوع من الفتنة وتهيئة البلاد لأن يأتي إليها النظام السابق ويأتي إليها أحمد قذافي الدم ومجموعة أحمد قذافي الدم. نحن لماذا نتغاضى عن كل الأشياء التي نراها الآن في وسائل الإعلام؟ ولكن في المقابل هناك دول أخرى تدعم حكومة الوفاق وأبدت استعدادها لذلك. سيد لملوم، حكومة الوفاق صحيح دعمتها إلى حد الآن بالشكل السياسي بالدعم بالإعلانات بالبيانات بغيرها، لكن الشقيقة مصر تدعم جماعة حفتر وتدعم الانقلابيون بالسلاح. نعم. واضح. بالمال. واضح سيد لملوم. الوقت أدركنا سيد ملوم، إذن بهذا مشاهدين الكرام نصل إلى ختام العاشرة. نشكر ضيوفنا الذين كانوا معنا في حلقة اليوم عبر الهاتف من الزوارة، عضو قانوني بمركز تقصي الحقائق ورصد انتهاكات حقوق الإنسان السيدة شادية ناجي، وعبر الهاتف من مصراتة المحلل السياسي أحمد روياتي، وعبر الهاتف من العاصمة طرابلس الناطق باسم الهلال الأحمر الليبي محمد المصراتي، وعبر سكايب من العاصمة البريطانية لندن الناشط السياسي مفتاح لملوم. شكرا لكم جميعا، وشكرا لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام على كرم المتابعة. دمتم في أمان الله.